نعم. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه فعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرقوا بأسحم داج عوض لا نتفرقوا عوض لا نتفرقوا. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أورد هذه الآية العظيمة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: ذكر الرحمن القرآن. والقرآن أمنة للمرء وسلامة من الضلال، كلما كان العبد قريبا من هذا القرآن العظيم تدبرا له واهتداء بهداياته، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالقرآن أمانة لصاحبه، ولهذا يحتاج المسلم أن يكون قريب من القرآن، ذا عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ ويجعل له وردا يوميا من كتاب الله، ويتأمل في معانيه، ويجاهد نفسه على العمل بما فيه. فإنه إذا كان كذلك كانت هذه العناية بالقرآن أمنة له من الانتكاس ونجاة له من الشيطان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول، أي لو تدبروا القول لسلموا من هذا النكوص، لو تدبروا القول الذي هو القرآن لسلموا من هذا النكوص على الأعقاب. فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة من الانتكاس ونجاة للعبد وسلامة بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان. لكن إن أعرض وعمي، مثل ما في الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن، إن أعرض عن ذكر الرحمن وعمي عنه وعشيت بصيرته عن فهمه ولم يقبل عليه تدبرا واهتداء بهداياته، يكون حينئذ قلبه مرتعا للشيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين، عقوبة له بسبب إعراضه عن كتاب الله. نقيض له شيطانا، هذه عقوبة له بسبب إعراضه عن كتاب الله. فمن الفوائد العظيمة من هذه الآية الكريمة أن ذكر الله عموما وبخاصة القرآن الكريم حصن حصين وحرز متين للعبد، يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى ويصونه ويحفظه من الشيطان الرجيم. قال: قيض له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه، فهو قرينه الذي لا يفارقه، نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي لا يفارقه الشيطان معه في سفره، في حله، في ترحاله، في دخوله، في خروجه، في ركوبه، ركب دابته ركب معه،
وإن دخل بيته دخل معه، وإن أكل طعامه أكل معه، ويشاركه في ماله وأهله وولده، مثل ما قال الله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال أهل العلم: إن عبادي أي الذاكرين الله، الذاكرين الله. ومن أعظم الذكر لله العناية بالقرآن، العناية بالقرآن. ما هي أول آية استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟ نعم، أول آية في سورة الأنبياء. نعم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أليست هذه؟ نعم نعم. قال رحمه الله: ثم أخبر أن الشيطان يصد. هذا البيت أورده رحمه رضيعي لبان، يعني لبن، رضيعي لبان ثدي أم تقاسما، يعني يصبح والشيطان كأنهما رضيعي لبان، أي رضع من ثدي واحد وتقاسم بسبب هذه الرضاعة التي كانت لهما من هذا الثدي، أن يكون على تواصل دائم لا يتفرقان أبدا بأسحم داج، يعني أقسموا في الليل المظلم، قيل هذا المعنى بأسحم داج، وقيل المراد بأسحم الداج أي حلمة الثدي السوداء أسحم داج، وقيل غير ذلك. عوضوا أي أبدا، معنى عوض أي أبدا، أقسموا أنهم أبدا لا يتفرقون في أي حال من الأحوال، يعني تصبح حاله وحال الشيطان بهذه الصفة. نعم.